أقامت المحافظة الشمالية العرضة الشعبية البحرينية على جسر الملك فهد ترحيبا بقدوم الأخوة الأشقاء إلى مملكة البحرين، وذلك احتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ويأتي هذا التنظيم لهذه الفعالية في جسر الملك فهد لما تتسم به العلاقات بين المملكتين الشقيقتين، لتبقى شاهدة دائما على تجذر العلاقات الأخوية الفريدة من نوعها بين البحرين والسعودية. تعبيرا عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وجميع أبنائها بمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاحتفال باليوم الوطني 93 لما يربط بين المملكتين من المحبة والتعاون وما تتميز به العلاقات الثنائية من خصوصية متفردة. نظمت المحافظة الشمالية حفلا على جسر الملك فهد لاستقبال الأشقاء السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين لمشاركتهم فرحتهم بيومهم الوطني. اليوم صراحة يعني عرفانا بدور السعودية وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والخليجية ومعزة السعودية لدى البحرينيين قيادة وحكومة وشعبا، المحافظة اليوم المحافظة الشمالية تقيم هذه الفعالية للمرة الثالثة على التوالي احتفاء باليوم الوطن السعودي، وفي الحقيقة يعني تتعاون مع جسر الملك فهد وأيضا شؤون الجمارك على أساس يعني بتكون هناك شراكة من أجل رفع مستوى هذا الحفل. فعالية تنطلق مثل كل فعاليات حريصة مملكة البحرين أن تؤديها، ومن خلال وزارات الحكومية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لنحتفل مع أشقائنا من المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الجميل واليوم الوطني اللي يعني حق البحرينيين الشيء الكثير. شملت فقرات الحفل الذي أقيم في جسر الملك فهد على العرضة الشعبية البحرينية التي رددت القصائد الراسخة بين المملكتين وتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة التي قدمت مقطوعات موسيقية وطنية عكست الأفراح التي تعيشها المملكة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع. والله صراحة مو غريب على أهل البحرين، احنا دائما يعني نشوف البحرين أهل ترحب في كل مكان للأخوان السعوديين. احنا جينا هنا نحتفل ببلدنا الثاني، ما شاء الله تبارك الله البحرين ما قصروا، فالكمل فرحتنا بإذن الله في البحرين، والله يسعدكم إن شاء الله ونتقابل على خير، وكل عام وكلنا إن شاء الله الجميع البحرين والسعودية قلب واحد. ما شاء الله احتفالات جدا رائعة وجهود جبارة صراحة في مملكة البحرين وشعب واحد، احنا والبحرين شعب واحد. كل عام والسعودية بخير. إن حرص مملكة البحرين على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي في كل عام على الصعيد الرسمي والشعبي ومشاركة الأشقاء أفراحهم ومسراتهم بهذه المناسبة يجسد عمق ما يجمع البلدان من أواصر أخوية وثوابت وطيدة نابعة من وحدة الدين والتاريخ واللغة ووشائج القربة والمصير الواحد المشترك. على وقع أهازيج العرضة البحرينية، فقد استقبلت المحافظة الشمالية الأشقاء من المملكة العربية السعودية ترحيبا بقدومهم إلى المملكة البحرين، وذلك تأكيدا على عمق العلاقات البحرينية السعودية والتي تتجسد في أبهى صورة بين الشعبين الشقيقين. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.